بس حاليا شوف عينك 3 سنتيمتر هاي بعيد الارض. لا تاكل هاي سنة بحيث كلش جفاف عام، يعني حتى العالم اضطرت يعني تهاجر، أكثر العالم باعت حلالها وهي عشت على الحلال، يعني اضطرت يعني يدور لها شغلة غير هاي الشغلان، بحيث يعني قبل ما تجي الهور يعني خبر يعني كما يعني من كل شيء الهور يعني راحة نفسية، هسه حاليا من كل شيء لا يعني مثل ما أشوف صحراء أو هذا الريفي يعني حياته هو على الهور. يعني إذا تغيرت يعني لا يقدر يعيش بولاية مثل لا إحنا أصحاب الرواتب. كلش تأثير الجفاف على الحيوانات. يريد يقيل، يريد يحول، يريد يعني ياكل، يريد يسير بالماي. وين يروح؟ بيموت وبي يعني برك بالطين يصير طين وماي برك ومات. سبب الجفاف بشكل رئيسي هو قلة واردات نهر الكحلاء ونهر المشرح. هذول القوائم فيهم نهرين تسميتهم الجغرافية نهر المشرح ونهر الكحلاء. كنا عايشين بالهور اشوي اجيب لك مصرف تعيش عيالك بيه. هسه شي سطحين صار ب 50,000 وب 60,000 والشغله حيل غلط علينا.
واحنا هسه حاليا حايرين وين نروح وين نمشي، عيشتنا راحت وهالظالين وهالجاي انتظاهر صار لنا اكثر من سنتين ما حد يسمعنا.